بحثت مصر وسلوفينيا سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار المتبادل في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر. وخلال استقباله سفيرة سلوفينيا بالقاهرة، أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في هذه المشروعات.